آباؤنا والموت من كفن الأباء. قبسات في رحاب الحسين عليه السلام. الامتداد التاريخي لثورة الإمام الحسين وعلاقتها بتحقيق الأهداف الإلهية. إن شخص الحسين وثورته ونهضته وتضحيته تمثل المثل الأعلى والقدوة الحسنى والتطبيق الصادق الواقعي للقوانين الإلهية الروحية والاجتماعية، حيث جسد عليه السلام بفعله وقوله وتضحيته توثيق العلاقة بين العبد وربه وتعميقها والحفاظ على استقامتها. وكذلك جسد عليه السلام العلاقة الإسلامية الرسالية بين الإنسان وأخيه الإنسان، حيث الاهتمام لأمور الإخوان وهمومهم ورفع الضيم عنهم ومساعدتهم وتوفير الأمان والتضحية من أجل ذلك حتى لو كلفه حياته عليه السلام. وهكذا انتهج أهل بيته وأصحابه المنهاج المقدس الذي خطه الإمام الحسين عليه السلام، فأصبحت ثورة الحسين ونهضته وتضحيته هي الهدف والغاية التي ملكت القلوب وصهرت أمامها النفوس، فانقادت لها بشوق ولهفة حاملة الأرواح على الأكف راغبة في رضا الله تعالى لنصرة أوليائه وتحقيق الأهداف الإلهية الرسالية الخالدة. مقتبس من بحث الثورة الحسينية للسيد الأستاذ الصرخي الحسني.